حسنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اول تحدي الكوبل رشيده وحسن غيكون في الطبيعه ان شاء الله. يا ربي ما نخليهم بلا فطره، يقبلوا علينا وصافي. يوم جينا نقشوا حنا الجبال هذه والله انا مع الفول. والله العظيم كتشوفوا المتتبعين ديالنا، اليوم جيناكم بواحد لا فيديو بغينا نوعوا لكم شويه الدار الدار الدار، غناخذوا لكم شويه من الطبيعه من هاد الجلبانه تبارك الله ديال عمي وحسن، وغناخذوا شويه من الدار وغندير لكم داكشي طبيعي وداكشي اللي كتوصيونا عليه المتتبعين. دابا كان نفس معلمه واخا كان المتتبعين جبتها معايا، يلاه لا اختيار لينا، راه ما عارفين والو في هادشي ديال الباديه، واخا رغم انني كبرت في العروبيه ولكني الصراحه ماشي بحال بنادم الكبير كتستافد منه. جبت معايا لالا وغنشوفوا السي حسن واش مجرد. انا مجرد لالا المعول الفلاح هو عنده، واش غنحفر انا موجود. الله يعين الفلاح راس المالو حسن غير الصبه والمعول. ايوا هذيك هي الرشيده. واش نقول لك هذا النهار كما قالت رشيده والوالده ولالا الدريسيه غادي يكون واحد الفيديو مغاير، بغينا ان شاء الله ندير لكم شويه ديال الجلبانه واش نوريكم حتى الطبيعه شحال واحد يقول الطبيعه 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 كما تشوفوا ولادنا زينه الحمد لله. والجلبانه تبارك الله راه جايه كما تشوفوا الحسنات والله، وكما قلت في الفيديوهات السابقين اللي بغى جلبانه والله العظيم الحسن يجي يحيدها لراسو واحد 20 يوم غطيب عندنا جلبانه تكون جلبانه موجوده ان شاء الله. هذا تشوف احسن النواره يجيب النواره وعندنا في هاد النخرين ان شاء الله غادي نمشيو لجهتهم تما احسن، غادي نحاولوا نحيدوا للناس الخرشف. يلا دابا غادي نحيدوا الخرشف ومازال التحدي تابع. وحط الضرب يا خويا. شعروخ يلا لله رشيده بيني هانت بسم الله. تبارك الله. ما كاينش بحال الحاجه ديال الطبيعه. لك يعني الخير موجود اللهم لك الحمد، بلادنا زينه وبنادم يجي الحسن يدي عشاها من هاد الخشب هذا. وكما تشوف الحسن الفلاحه هي هذه فلاحه تبارك الله زينه مع الشتا، يعني صلحت الامور، يعني فلاحه غتكون هاد العام زينه. عندكم فلاحه كثيره حسن تبارك الله. عندنا فلاحه كثيره اخي حسن ما نكذبوش على الله، تنفلحوا حنا فلاحه معروفين حنا بالجلبانه وبالبصله بطاطا الفول كلشي الزراعه. مازال نشاركوا معهم الزراعه تبارك الله، مازال نشاركوا مع المشاهدين كان مازال نشاركوا معهم. شحال درتوا تقريبا حسن ديال الزراعه هاد العام هذا؟ درنا فوق 30 فوق 30 هكتار. فوق 30 هكتار تبارك الله. ايوا الحمد وكنا خايفين وكان الجفاف وكذا، وانا كي تمشي لذاك الزرع ما تعقاش عليها الحسن. الحمد لله. هذه الايام هذيك 9 هكتار اللي درناها. اييه. وايلي عشيره تبارك الله نعست كاع، انا كنت خايف كنت معاش. وهنا الاكثريه ديال الوقت تستغلوا حسن في هذه البلاصه هذاك. انا تندوزوا الوقت ديالنا هنا تنقيل انا بالمعول ديالنا والخدامه دور هنا نقش هنا حيت الربيع ديال هنا ديال الملحه ديال. والحمد لله ربي جبتي سير حسن. وربي ما تضيعش اخي الحسن، شوف بنادم يتوكل على الله. والله ما تخاف تكل على الله، نوض الصباح بكري بالحق، ماشي الصباح نعاس ويقول راسك غيدخل عليك من الشرجم، راه لا يمكن. يلا بقاو معنا كما كتشوفوا السي حسن هنا معظم الوقت يدوز ان شاء الله يا ربي، وهانتوما كتشوفوا الوالده ورشيده راهم كلهم في تيمقا كلهم تيقاد المساعي ديالو، وايضا كتعجبها الطبيعه ولا الدريسيه هذوما الناس ديال زمان. شوف اخويا شوف هي والله وليداتي لوحدنا حنا. شحال هضر ديال سلامة الله ولدي الله يحسن عوانه. دابا التتيمة ديال الفيديو اختي رشيدة غتكون في الدار ان شاء الله يا ربي، وهذه القنارية ماشي الخرشفة لا الدريسية ياك. القنارية هذا الخرشفة البلدي هذا الخرشفة البلدي هذا. تبارك الله. القنارية القنارية بوحدها والخرشفة بوحدها. يلا دابا باش تخضر هذا رشيدة باش تصيب. ان شاء الله غيكون طاجين بالحكري وقناريه وجلبانه داكشي طبيعي كيما وعد. يلا من هنا للدار وغتشوفونا دابا في الكوزينه ديال ام وحليمه ما شاء الله والعرايسات. بقاو معنا مع الكوب الحسن الرشيد. We'll be right back.
السلام عليكم متابعينا الاوفياء الكوبل ديال الحسن ورشيده كيتفضلوا الكوزينه بعدا نشوف مالك شنو غتقول مالك شنو غتقولي الا بغيت الا كتبغيو ماما وبابا الا كتبغيو ماما وبابا ديروا لنا جيم ونجحوا هما الاولين يلا شكرا يلا صبوا لنا على حسن ورشيده وي السلام عليكم. بعد ما جينا من الحقول والبداد ديال البراج بنا القناريه كما قالت لاله الدريسيه بلدي غتفضلوا عندي هنا باش غنجي عندكم من هنايا كما كتشوفوا الاجواء ديال رمضان محليمه ديما المعاونه رغم ان كاينه المسابقه كاينه المعاونه غندير لكم واحد الصوره هنايا سي حسن شوفوا فيا المسابقه خويا ديالي انا شوف لي حسن هنايا انا سيدي انا ولا انا ولا رشيده غندير لهم واحد الصوره عاوتاني هنا شوفوا هما شوفوا فيا هنا كيفاش السي حسن اختي رشيده كما كتشوفوا الموتور ديالي من بعد ما جينا من الطبيعه للاجواء اللي هي رائعه والله العظيم الموتور ديالي رغم الشتا والغيث ما يسخاش بنادم يجي تما كون غنحضروا معكم الطبق اللي هو اختاروا حسن اللي هو كيبغي الجميله كيبغي الحاجه ديال اللحم المهم بالخضره غايدير هو طاجين ديال اللحم بالقناريه طاجين ديال الكوكوت حيت ما غاتكفيناش الطاجين كثار بينا غادي نديرو كوكوت ولكن غتكون بواحد الطريقه مسوله وزوينه واليوم انا نحضر معكم صراحه جوج اطباق اللي هما بطاطين غندير لكم واحد الخبزه معمره بالخضره والكفته كما كتشوفها خويا نحسن هذه الخضره ديال الناس صحيه تبارك الله هنايا خيزو كورجيت فلفله حمراء خضره والبصله وشويه ديال الكفته واللي بغى يستغنى على اللحوم راه غادي يستغنى على اللحوم هنا البصله اكيد راني شوفتها السي حسن هي والثومه والربيع اللي غادي نصبيهم واكيد غندير الطبق اللي ديما كتميز به رشيده هو البغرير بصحه رشيده هذا الفطور زوين كون درنا فطور اقتصادي كون ربحتكم رشيده وبغرير اقتصادي اللي هو اقتصادي سهل وبسيط صراحه ما فيه لا تمر لا حتى حاجه وغيكون مرافق ديالو مع العسل الحر اللي ديال الريف كاينه كلشي طبيعي اليوم مع المتتبعين نتمنى تقبلوا علينا وتشجعونا اكثر واكثر بصراحه رغم انني شاركت في المسابقه وكتبوا لي المتتبعين كنقول لكم تشجعوني واني كنتمنى يديها عمي وامي ان شاء الله الله العظيم رغم انني كان نفسهم لا 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 قالت خالي لا يلا نبداو على بركة الله السي حسن غادي نشجعو الفلاحة انا عايش من الفلاحة خوتي الفلاحة ربي ما سي اخوكم حسن باش تشوفو ان شاء الله هاد المسابقة فين غادي يهديها ان شاء الله ربي يهديها جلبة انا تحية لخوتنا اللي تيعيشو على برا وكيما تشوفو الطبق غادي يكون كالتالي بطبيعة الحال غادي تكون اللحم وغادي تكون القنارية والله يجعل البركة يلا بدا حسن على بركة الله وهذا اللحم ديالنا راه اللحم هو الأول ماشي البصلة الحمد لله باغي تحط لنا جوج طباسط حيت عندنا طبله ديال الرجال وطبله ديال العيالات. هذا هو الطبق الرئيسي للحم وغتصيفط اختي رشيده كما قالت لكم هاد الخبزات معمرين هنايا بهاد الشيء هذا الشلاطه هذه. البصله الحسن البصله اللي غدا من البصله. ياك. ما كانش البصله ما كاين حتى حاجه. صح حاجه ما كاينه هاد السي حسن. انتوما غتخليها حيه انت غادي دير. غادي نحاول نحكوها. البصله هي ديال با الحسن. تقريبا واحد ثلاثه الحبات ديال البصله هنايا. ما يقارب ثلاث الحبات ديال الصلاه. يا حتى راه تيجي غزال. لك الوالده. والله العظيم اودي لا تيجي زوين. ما الوالده ما خدش كلمه بعدا. والله العظيم اودي البنا في اليد ماشي في حاجه. ايوا الحمد لله انتم كما كتشوفوا. قربكم من الصوره اكثر. كيدير ديك الساعه وكيدير بيض بالزيتون وبطاطا وب... 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 ما الصحة صافي شكرا لك مولو وش كنت تحصل انا كنت تعامل مع اختي رشدي كنقطع لها الزيتون ان شاء الله باش ديرهم تخبيزات معمرين وراتيتيش مشات لازرويا وياسين هكا وديهاك نشكروا المجموعه كامله من اختي كوثر من السعديه من هدى من الادريسيه الوالده ديما حفصه
يعني حنا يعني مشيتي كملتي الحمد لله. وكاين محسن خلاص هو تيتسخر برا. دابا خويا الحسن هنايا من بعد ما دارت الثومه غندير زيت شويه بالزيت باش تحر غير زيت الروميه غير شي شويه. لا 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 دينا البلدي لا البلدي الا طيبتيها من الاول ما كيبقاش البلدي ديالها. سير الله يسخر الله يسخر. خلاص خرجت مزيان ومن بعد غادي نخلي هذا الشيء يمسح هو الطبيعي. وايلي جات معاك جات معاك طلعت نخرج بها برا. لا لا برا لا لا معناش غير يلاه حسن عطرنا القبيله ديالك صح. لا ما غنعطرش دابا حتى نخليو في البصله. نعطيو الحسن يقلينا شاك شي طاب ديك الكوتلي ها جاك شي. انا دايره هنايا الباربا كتسلق غندير بها صراحه غير انا قلت مره شيده غنجي لكم حتى هذا سميتو هذه شنو الفوق الفوق قالت لي ما توكلونش قلت لها ندير نحسبهم وندير جوج حبات الواحد قالت لي لا والله العظيم الحلقه متميزه الصراحه كل الاحترام لكم. والودني مشاو اي واحد بقى في الكوزينه ما عندوش الودني ديال يعني ندير القياسة رشيدة وخليها تشحر على خاطر سي حسن عندك شويه مال العجينه ولا والو خويا شنو نقول لك بغينا ندلكو ندلكو بسم الله رشيدة هي اللي غادي تعجن ان شاء الله قالت تعرفش العجينه بعدا انا اللي غادي نعجن ما عجنت ان شاء الله احنا ولينا ندير واحد العجينه في الخدمه الويضه ما تنخليوهاش تخمر كاع كي قالت نعجن وكيجي سبحان الله عندك الخبز كيجي حلو كانش يكون عندنا الوقت وصاي كان عجنه ما طيبانيش خلاص دايره دوك المكافي كوح والله الا كيجي زوين اه يا ما عرفتش ناكلوها خليها ولا تخبر لي ولا صاي كوكوت ديالي غادي ندير لها نتسنى هنا شي موسى الله ساعدوا لنا ساعدوا لنا هدى شات شي ساعد لنا الله يرحم والدنا رشيده يا 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 بالنسبه للعطريه راه كيدير شويه الحرقوم شويه سكينجبير شويه البزار صافي هادشي اللي كنديرو في العطريه ديال المصيب. هذا المكونات اللي عندنا هنايا كندير شويه البزار وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الكمون والتحميره صافي بالحال. دابا راه فاتينا البطاطا وداكشي بغينا نديرو غير الخرشبه الحسن وجلبانه والحيمه الله يجعل الله بارك صافي ما بغينا بطاطا ما بغينا ايها الله شي حصه شدي معاهم التفاصيل هنايا كما السي حسن وصلوا لرشيدة التفاصيل ان شاء الله يا ربي باش غادي نشوفوا رشيدة هي غادي تحط رشيدة بحال الجار دابا غادي رشيدة ما شفتش الجراد ديال الحصار ان شاء الله انا موجده واحد اللمسه امازيغيه ان شاء الله للمتتبعين ديالنا ان شاء الله يا ربي اول خرجه فرغه يعجبك انا غير بحيث راجلي فلاح وصراحه كنفتخر به كفلاح وكنعطي التحيه للفلاحه فين ما كانوا واليوم مشينا معكم بالطبيعه باش تاخذوا معنا ديك الاجواء ديال مازال المسابقه تما حدا دابا ان شاء الله ان شاء الله مع الوالده بالكره القدم ان شاء الله والجرب داك الكازو ودي كانت بحال الرياضه تسمى يكون البراد داتي ان شاء الله كل اللي كنتي فيا وتدي الخرشف اسمها الاختي كوثر اللي مالا والمجموعه كامله ان شاء الله ان شاء الله خويا حسن ياك امي خذوا شي حرشات ما في الخلا والعواد كاينين الرياضه تعرفوا لها ايوا شويه هما هجري انا كنقولك شي جيتي شي لحظه انا لا انا لا قدام قدام حتى يا كلالا يا دابا امي انتما مولفين الجره مع الحطاب وداك الشيء اه ياه اما حسن الناس قادر يزيد الله يرحمهم ام حليمه غتبقيهم ام حليمه ولا والو غتبقيهم ان شاء الله السعوديه وكوثر بوحديتهم ام حليمه ولا لا الدراري غادي تكون في تيشرت منها هذا الشيء كاين ان شاء الله ايوا كاين شي بحال الرياضه ولا كاين شي ايوا دابا ندورو عند اختي رشيده نشوفو شنو كدير غادي نمشي وصيله مع هاد الفلاتي الحين ما كيقولوش شحال شحال هذا كان كيزول هادو هما الوالا عاد خيزو الكراحي طغيا تيطيبو شنو قلنا لهم غسلوهم مزيان
غادي نغسلها يا ولدي السي حسن كاع ما تخافش. شفتي كتشرب بحال قليل هنا؟ بارك اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش يعني كتافي غير بالخضره. الاهم في هذه الخبزه هذه هي الخضره. بغينا نديروا شي حاجه اللي فيها وعطي لها. شوفي رشيده اجي معايا الله يحفظك. عطي لها حسن الشحاره تيعجبني قدام. مرحبا غير يسخن لي الماء صافي. انا موجود انا دغيا نلوح العطريه ديالي ياك. عطي لها العطريه انا صافي عطي لها عندي واحد اللمسه انا نعترف به. ايوا شنو؟ كان تنطي وصف الله العظيم. والله العظيم ياسين خاطر في الجميع. اه عبد الرحيم كذلك محسن كلشي 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 انا كان العرب ولا دابا حسن كتعطر اخويا الكوكوت اجي نشوف الكوكوت معاك. ما تنقيس بالقياس ولكن غير بعيني داك الشيء. تبارك الله طلع داك الشيء غزال. هذا البزار هذا الصفر فرقهم هذا سيدي شنو هذا الكمون عندك تقول الكمون ضحكوا عليك. لا هذه المشاهدين تحميره الشوميه. لا 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 هذا لا 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 وما غاديش مالها المشاهدين كاع ما تخافوا. حسن من واحد الانسان اللي ماشي من المحبين ديال الملحه ما كتعجبوش نهائيا. الله يلا سيدي بسم الله. تبارك الله طلع مزيان. حسن هذا الشيء راه هو خصني ندير ديك المغرفه على ديال الحديد وما هذه ديال صوت تبان لي ما دير والو راه سيدي ياك وهذه تبان لي ما صحيحه غير هذيك. ايوا السي الحسن مستعد معايا ولا والو؟ انا راه تيقولوا لي ضحكوا عليك دابا تشوفوا واش غديش انت بحال حسن ولا والو؟ لا لا زرد راسي معاك تي حفصه ياك اختي هدى ايوا الله يخطيك اختي ياك حنا معاك ان شاء الله. هدى حتى هي المتتبعين راه كتبات كتفكر في شي هواه داك الشيء غزال ياك. شوف اخويا حسن ونجيو اخويا دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نخليوها تشحر واحد بضع دقائق تقريبا شي نص ساعه هكاك. دابا السر ديال البنا من داك التشحر اخويا حسن ياك. السر في اللي يدينا خصها تحسن. اللي يدينا هما كلشي. اللي يديه صح الله غادي نطراب تحت بنينا. هذا هذا فرمي لا في حتى تشحر. دابا لا دخلش بعدا حسن واش غادي ديروا نيشان ولا كديروا بعدا؟ هو من الاحسن هو من الاحسن يدار نيشان يتغسل مزيان ويدار نيشان. ولكن نحاولوا لان ذاك المدير هو اللي فيه المدافع فيها الاحسن. ولكن احنا من الاحسن غادي نحاولوا نسلقوه عاد نديروه من بالنا. وانا قلت اودي بلا ما غسلو غسلو مزيان تحيد منو ديك الحروريه ورميو فوق اللحم. العباره ديك الحروريه؟ لا في الدواء الدواء لا 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 نشوف الوالده انت ملي احسن. شنو بالك رشيدة؟ المهم انا غنجينا نقول لكم واش تحكوا علينا هاد العجينة فيها شوية الزعتر مليحة شوية السكر والخميرة المعجونة هذا الشيء اللي فيها وغادي نخلطو ان شاء الله. والفينو والفورس ياك رشيدة؟ الفينو والفورس غلبوا الفورس على الفينو. يعني انا كندير المتتبعين عيني ميزاني ما كنعبر صراحة كندير ديك الخبزه اللي غتجيني هي كبيره. صافي غنجيو كتغلبوا العيالات علينا نتوما. حاشا 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 تحيه للرجال فين ما كانوا الراجل كيبقى راجل. دابا اللي فاش نقولوا سوا انت وغير شحال ودم حليمه اللي تزيدوا المراه الكوزينه. راه من الاكبر راه من اكبر شيفان في العالم هما الرجال غير تعرف هذا الشيء. يا دابا اللي ما تيعاونش مرتو معكاز ولا شنو؟ لا ماشي معكاز كاين اللي عنده الهوايات ديال الطبخ كاين اللي ما عندوش. كل واحد
المهم والراجل مزيان يعاون المراه ديالو زين راه المهم ماشي دابا حاجه سفاه الماء ماشي دابا حاجه سفاه الماء ولكن في مره شاد التليفون الراجل ديال الكمينه ايوا هذيك هضره اخرى خليكم معنا العام تاع جن اختي رشيده ورجعوا معكم ان شاء الله والله ما تجمعوا ودابا جينا لكم فينا كلشي تيتيش كنت اخويا كنت في حاجه وانا جيت في حاجه ان شاء الله ما نقولهاش واي هي المتابعين ديالنا وكنت تسمحوا لهم على التحديات هادو رغم انهم قالوا لنا ما ديروهم صراحه المهم كنتمنى تبلوا علينا ان شاء الله يا ربي وشاهدونا في التحديات تحديات غير هادشي بيناتنا عايز تحد غينايا هادشي اللي كاين ماشي باغي شي واحد ديالو اسي محسن انتما المدرسه ديالها ما خدوش هادو راه والله يعطيك الصحة ديما سمعتك دابا غديري جوج حريشات جوج عميرات جوج خبزات حيت عندي العمارة كثيرة ونيت العجينة كثيرة وحتى جوج خضالي راه غندير والله غتجي وحدة فوق من وحدة وحدة فوق من وحدة شجعوا لنا راه شكون فيك والتخليطة أنا هادي ديال البيضة وديال الزيت فينا هو حسن يلا بقاو معنا نتوما كما كتشوفوا اختي رشيده غادي ديرها التعمير هذه وغنرجعوا لكم في لايك 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 النهائي ديك الساعه باش تعرفوا الطبله ديال اختي رشيده ديك الساعه نقول لكم مع السلامه وعليكم دابا الى تبقاو معنا ان شاء الله يا ربي ما غنرجع لك رشيده تكوني واجده موجوده دابا يلا وما نساوش السعديه كتشكروا المتابعين اه والله الا تنشكرهم بزاف 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 على التعليقات الزوينه ديالي وانتظروا السعديه ديال الشيء غدير واحد الفيديو على السحور شي حاجه طوب وديك الساعه تشكر القنوات اللي دعموها والناس اللي عاونوها من الشيوخ ومن السواسه المهم لك الله سبحانه وتعالى تيرجع المحبوبه وعريسه ام حليمه يلا بقاو معنا باش نشوف ان شاء الله يا ربي مرجعنا معكم من بعد هذا التقديم الواعر مع اختي رشيده والسي حسن الكوب الزوان في الدار ومازال لكم ان شاء الله غادي يكون بعد تيتي شويه سين والحسن وحسن بقاو معنا ان شاء الله ما تشوفين الله يجازيكم فين وصلت شو عريسة ام حليمه واش كاين شي حداقه ولا والو لا لا تبارك الله اختي رشيده تكون شي غزه تبارك الله ايوا شكرا رشيده متابعين راه بدنا المقلاة هاد المرة يعطيكم الصحة شجعوا لي رشيدة شجعوا لي رشيدة شجعوا لي رشيدة متابعين ديالنا الضيافة ديالي فين ما كنتو الله يرحم والديك بعتي كي غادا السعودية ولا النار في لاكار شجعوا لي رشيدة شجعوا لي رشيدة السعودية الشابحة اللي صاحب غاتعدى عليكم صح يسير سيري سيري شجعت رشيدة سلم لايك يلا يلا ودابا رشيده واجده ولا مازال؟ ما بقاش غير شي حاجه وصافي. كلشي واجده خويا. دابا هي تيكال القهوه شوفوا الكوكوت كامله كيفاش جات يا سلام يا سلام دابا غادير جوج محطات. والو في الفرن انا هما. شوف معاك اختي رشيده يا سلام الله وصافي الله يعطيك الصحة. راه غير الفران تيدي شويه الطباخ هاي بالك شفتي؟ الله يعطيك الشيء سلام هادو هما التعامر اللي درتي لك بياتها في الدار رشيده. واعر. رشيده هادي بحال اللي خلات عليكم شويه في بناتها. هادي تزيرات. دات شي صعيبه السعوديه صافي القضيه الزيارات ها القضيه المشاهد والله العظيم الا مشكله دابا صافي دابا القضيه الزيارات وتيتي شتخرات شتي رشيده بغات تربح دابا دابا شتخرات وحصوق على هادشي ما ولاش والله الا لا 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 واش دجاج ولا خدام مع هاد الناس ولا ما خداش معاهم لا ها هاي ايوا صافي صافي حيت انا لالا دريسيا وحتى عطاوني لوبتهم لا يا والله صافي رجعتي للجمعه صافي رجعت مشكله لا خاصها ديروا نهار الجمعه والله دابا ماشي مشكل ما في ما في بس ما في بس كما قالت ما فيش
باش قالوا دوك الاماراتيين ما فيه باس ما فيها باس عزيزه عليا مشيت هاد النهار وتنسولي على الصخره ياك ايوا ريت طك ريت طك ريت طك ريت طك الامور الله يسهل الامور بحال بحال اخويا حالنا بحال وجهي معاهم داكشي اللي كاين الحمد لله اللي داها فينا صراحه نفرحوا لا واحد عيد القضيه صغيره تما بانت لي القضيه ودابا ما بقى لنا فينا هو السي حسن حسن حتى يا جا صح يا ودي الكوبلي يا ودي الكوبلي حسن طيب الكاميلا ديالو وزاد اه واه راه صافي شنو غادي ندير غدا انا والو اي ايوا بغيتي هدايا صافي شنو غادي نطيب شي انا شي يا خويا هادشي هذا ديالك يلاه خويا حسن هاد القضيه غدا وتتزير المهم راني صوبت والحاجه اللي هي مهمه للطبخ راه اسرع طيب ياك يلاه بقاو معنا هادشي اللي قال حسن المشاهدين باش نغلب هاد الناس هادو ان شاء الله رب العالمين. يلاه بقاو معنا ان شاء الله بما رجعنا معكم ان شاء الله في التقديم النهائي باش تشوفوا الاطباق اللي صايب السي حسن ولا رشيده ما تشوف السي حسن هذيك جات عليا هيلات صافي الله يجازيك بركه الله يرحم الوالدين ولكن حسن شتا فات ساعه حسن جرى عليهم صح حسن جرى عليهم صح وحسن وين شفتك الساعه واقيلا شفتي ودن دابا ايوا خاطي ودنا انا شحال وقع الحسن على داك الشيء ياك صح ياك تيتيش قال لكم حسن ديكاج عليه الله يحفظك اه انا تحت حسن باش يبان لي شغلي الله يحفظك القسم بالله صافي ديكاج حسن ديكاج اخويا ان شاء الله المريقه يلاه حسن راه تتبدل الصافي الواد راه تيغوتي غير شربوا انتوا حنا غنتعطلوا ماشي مشكل الله خويا هما العصر داك الشيء غيلقاو الطبق الاخر يجي الساعه الله خويا ولي خويا السي حسن لا لا السي حسن غير الحمد لله غير اللي درتي هو هذاك اللي درتي هو هذاك السي حسن حسن بالك شنو كتقول على باباكم وماك شنو يديروا لهم جيم 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 باش يربحوا يلا خو عليهم خو عليهم ربحوا كاملين ماشي مشكل. ايه ربحوا كاملين ربحوا ما عندهاش يا سي حسن اش هادشي هذا فين هادشي ديالك اصاحبي؟ شفت لها المقلب نجي على المقلب صافي. بغيت على راه كانت مشعوله. يلا انا نحطوا سيدي واش نقول؟ كيفاش نقول؟ اش متاتكم الساعه واقيلا انتم صح؟ راه تسطرنا معطلين واقيلا صح؟ ها؟ ودنا حنا شوف بغينا تعطلوا هاد الناس ها؟ ماشي واش عامل الزمن داخل فهاد الشيء ها عامل الزمن داخل فهاد الشيء خويا معنا عامل الزمن يلا وايد يلا يلا سي حسن يلا وايد سي حسن خدمو الحيمات ديالنا كل طبله شي على السر ماشي في راه ماشي في اللحم ياك سي حسن النار هي الله يجازيك بخير السي حسن هذاك الشيء بيوت تبارك الله وطايبه على حقها طريقه انت جبنا القنري من زمان على حسن ماشي هذا هذه القنري اللي جبنا قبل تدي حسن هذه هي اللي جبنا من البلاد الله العظيم يا سلام اللي بغى يجي يحيد القنري راه موجوده يا سلام عليك والله العظيم اللي موجوده حسن بواحد الكميه هائله راه الكسكاس حسن الكسكاس مرحبا وراه مغرفه فوق راسي ولا فوق راسي ها هو سيدي انت مع جلبانه يا سلام القناريه تتشي القناريه كل شيء ودي اختي كوثر والله ودي صوتوا علينا المشاهدين انتم تشوفوا راه التعب على الطبق هذا الله مشيت عليه حتى البلاد حتى الغرفه ديما تسالك السي حسن واخا عدبتهم من الرجل القناريه كامله ولا شاط منها شي حاجه؟ درناها خويا الحسن هو ناكل ولا حسن تكال الله يلاه يا سلام تعيش منا بلديه قناريه تبارك الله حسن راه بلديه من المحمات انا عارف المحمات غدروا في هذا الفيديو عندي ولكن يسمحوا لي تيجي ان شاء الله ونجيب لهم القناريه مغرفه حسن مغرب مرحبا شوف 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 ما كلشي هادشي في غاية الروعة اختي رشيدة كانوا اطباق صراحة انتم المتتبعين ها المريقة ديالنا دابا غنديروها من الفوق مع طريفة الحامض
رشيدة راه كيعيطوا هو تقلتي عليهم رشيدة صح انا اختي انا البنات بسم الله هذه واش بلادي سيدي بسم الله يعطيك الصحة السي حسن بابا السي حسن الله يسلمك لالا رشيدة نشكروك انتم متتبعين ان شاء الله يلا دخلوا رشيده دخلوا رشيده حسن في الوسط باش نقولوا مع السلامه حسن شوف لي هنايا شوف رشيده هادو مش هيوات بلادي من المشاهدين والمتتبعين والمستمعين كذلك انهم شوف لي السي حسن هنا شوف بين القدام باش احنا نزيدو نعطيو ان شاء الله يلا شوف لي السي حسن هنا المشاهدين انت نسنا الخبيزات اللي دخلت مع المتتبعين جاو كيحمقوا تبارك الله يلا شوف لي هنا شوف لي هنا حسن انا سي يلا مع السلامه عليكم